السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الوصفه تاعي تاع اليوم حندير لكم صفيريه بطريقتي انا بالخضر، فيها الجزر وفيها القرعه وفيها البصل، يعني سي لوكازيون ولادها اللي ما ياكلوش الخضره يعني ياكلوهم. المقادير تاعنا هي عندنا خبز من بعد ما يبسناه مليح، شمخناه بطبع بالماء وصفيناه مليح في الكسكاس حتى قطرنا بطبع. هذا هو الخبز ديالنا. عندنا المكونات تاعنا، عندنا بصل نديروه في المقلاة ديالنا، عندنا القرعة حبة قرعة مسكر في جوم، عندنا حبة زرودية تاني صغيرة مسكر في جوم، وعندنا اللحم تاعنا مفروم، عندنا شوية صدر تاع الدجاج مفروم ماشي حاجة، عندنا شوية العجنوس، عندنا الزيتون مقطع صغير، عندنا شوية كمون، عندنا فلفل أسود، وعندنا الملح. نديرهم على نار متوسطة حتى يدبلنا كامل الخضرة تاعنا واللحم المفروم. نضيفو 3 ملاعق فارينة، ونخلطو بطبع تاني ونديرهم يتنقلاو. نديرو شكل كريات ونخليهم يتنقلاو على نار متوسطة. هذا هو الشكل النهائي تاع السفيرية تاعنا بالطريقة ديالي انا، طابت بطبع ما عطاتنا لون جميل. انا قدمتها مع حساء، واذا عجبكم الفيديو تاعي ما تنسوش الاشتراك في القناة. سلام.